الأول. من باريس معي الآن الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس. دكتور أهلا بك ومرحبا معنا. يعني كل ما يصدر الآن من تكهنات وحديث يقول بأن هناك أمور بناءة، يتم التوصل إلى الأجواء بصفة عامة بناءة، ولكن هل يعني هذا أننا بصدد توصل قريبا لاتفاق، أم ما زالت هناك أمور عالقة؟ وعلى ماذا يتمحور الخلاف تحديدا حسب رؤيتك؟ أهلا بك إيمان، تحية لك ولمشاهديك الكرام. في الحقيقة هنا في باريس تعقد هذه القمة بعيدا عن الإعلام، ويراد أن يكون هنالك أجواء إيجابية لدى كافة الأطراف من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق على الأقل. كما تعلمين هنالك ثلاث ملفات رئيسية يتم نقاشها في هذه القمة الاستخباراتية. الملف الأول وهو التموضع الميداني للقوات الإسرائيلية. هنالك فجوة كبيرة في هذه النقطة، لأن حماس تريد أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار في نهاية هذه المفاوضات، وانسحاب إسرائيلي إلى الحدود ما قبل 7 من شهر أكتوبر. إسرائيل ترفض ذلك، تريد التواجد في بعض المناطق، وأيضا تريد إمكانية التدخل العسكري في حال كان هنالك تهديد من وجهة نظرها. طبعا هذا مرفوض بالنسبة لحماس. المسألة الثانية وهي فيها الكثير من التعقيد الحقيقة، والفجوة بينهما كبيرة بين حماس وإسرائيل، هو اليوم التالي للعمليات العسكرية أو ما بعد وقف إطلاق النار. كيف سوف تكون الترتيبات في قطاع غزة؟ طبعا هنالك اقتراح أمريكي بأن يخرج عدد من القادة، بأن تكون هنالك قوات ربما قوات دولية، قوات عربية، ربما حتى وجود للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة. طبعا كل هذه الاقتراحات هي مرفوضة بالنسبة لحماس، وبقيت هذه نقطة عالقة إلى الآن. وكان هنالك مقترح بأن يتم ترحيل هذه النقطة فيما بعد. طبعا النقطة ربما الأقل خلافا وهي مسألة تبادل الأسرى. مسألة تبادل الأسرى، لأنه كان تم الحديث عن وجود 90 يوما يتم من خلالها تبادل الأسرى. وهنا الحقيقة تم تقسيم الأسرى إلى مجموعة من الأنواع إذا جاز التعبير. الأول هو النساء وكبار السن، وهؤلاء لدي فيهم معايير مختلفة. المسألة الثانية وهم الجنود، والذين أيضا لديهم معايير مختلفة. طبعا كما تعلمين هنالك نقاط خلاف كبيرة. على سبيل المثال حماس تطلب أن يتم الإفراج عن شخصيات وازنة، منهم البرغوثي، على مروان البرغوثي على سبيل المثال، وشخصيات أخرى. إسرائيل ما تزال ترفض حتى الآن، ولكن تم تحقيق تقدم في هذه النقطة. إذن من ضمن الثلاث ملفات يمكن الحديث على أن هنالك ملف فيه تقدم، ولكن بالتأكيد ما تزال هنالك خلاف أساسي وجوهري ما بين حماس وتل أبيب. ما مغزى أن تعقد هذه المحادثات كما تفضلت في أوروبا، بدلا عن محادثات سابقة ربما في قطر، التي يعني ربما صدرت بعض الاتهامات من جانب إسرائيل لها بأنها ليست وسيطا نزيها في هذه المفاوضات، وأنها كان يجب عليها أن تمارس ضغطا ما باعتبار بأنها تقوم بتمويل حركة حماس؟ هل من مغزى نقل هذه المحادثات إلى أوروبا، على الأراضي الأوروبية، إلى باريس تحديدا؟ وهل يمكن ممارسة ضغوط أوروبية بشكل عام وأمريكية أيضا من حيث تعقد هذه المحادثات للتوصل إلى تفاهمات ما، حتى وإن كان ملف ما بعد الحرب هو الأكثر يعني معضلة بالنسبة للأطراف الضالعة في هذه المحادثات، ولكن على الأقل فيما يتعلق بوقف مرحلة لإطلاق النار من خلاله يتم إطلاق سراح عدد كبير من السجناء أو الرهائن؟ الحقيقة هنالك عدة نقاط فيما يتعلق بنقل اللقاءات التي كانت تتم على المستوى الاستخباراتي من الدوحة والقاهرة إلى الدول الأوروبية. أولا يراد توسيع هامش الدول المشاركة، وهو نتحدث عن أوروبا وفرنسا على وجه التحديد، كون أن هنالك سياسة فرنسية عربية، وبالتالي هنالك علاقات جيدة ما بين فرنسا ومختلف هذه الأطراف، مصر، قطر، وكذلك إسرائيل. المسألة الثانية أن هنالك خلافات بدأت تظهر وتطفو على السطح، وهنالك
ذلك هو باتت تفصل ما بين الموقف الإسرائيلي والموقف القطري، وإسرائيل لم تعد ترى بأن قطر تمثل وسيطا كما ذكرت، وسيطا يمكن الوثوق به. النقطة الثالثة وهي زيادة الضغوط، ولكن هذه المرة ليس على حماس وإنما على قطر من أجل زيادة الضغوط على حماس. طبعا مفهوم الضغوط هو مفهوم واسع للغاية كما تعلمين، الضغوط العسكرية بدأت منذ 8 شهر أكتوبر الماضي، ولكن الآن يتم توسيع هذه الضغوط، ضغوط عسكرية في الميدان، ضغوط سياسية على الداعمين إذا جاز التعبير لحماس، ومحاولة إدخال أطراف أخرى هي أطراف ذات تلعب دورا أو يراد لها أن تلعب دورا في الفترة القادمة، وبالتالي كل هذه العوامل ساهمت إلى حد ما بنقل تلك المفاوضات إلى باريس. أشكرك جزيل الشكر من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس.